قبل خليني اشوف العده اللي معك، يعني ما شاء الله كلها لها ارتباط برياضه الهايكنج، تسلق الجبل، لو تعطينا وش ملامح عنها وكيف الواحد يحتاط يعني للسلامه. طبعا الهايك كنمط وكرياضه لها ادواتها ولها طريقه في الاقتناء. اول ما يقتني الشخص يقتني اعزكم الحذاء الهايكنج، اهم شيء وعنصر مهم هو حذاء الهايكنج. نعم، لان الحذاء هو اساس كل شيء، لانك بتمشي على رجليك. حلو. فلازم يكون متخصص الحذاء للهايكنج ويكون فيه كفر جيد ونتوءات بحيث انك ما يصير فيها انزلاقات. هذا جيد. رقم واحد عندنا راح نطلع كل شيء حتى ابشر بحذائك. الامر الثاني الشنطه، تكون شنطه متخصصه في الهايكنج، احجام كبيره، هذه 50 لتر، وفي احجام اكبر وفي احجام اصغر، يكون الماسك هذا مريح ويكون في شيء على الخصر هنا بحيث انه ما يكون الحمل على الظهر ويتعب الظهر. هذه متخصصه بحيث انها تعطيك راحه، مش تعذبك في رحله الهايك. هذه الشنطه طبعا ضمن ادوات الشنطه يكون معك مطاره، هذه المطاره داخليه بحيث انك تسحب المويه كل مسافه. المويه عندك محدوده ما بين 3 لتر الى 4 لتر طول المسار اللي تمشيه، ما بين 10 كيلو او اقل. المطاره هذه ضروريه تكون معك، اضافه يكون معك مطارات خارجيه على ما يقول تاخذ فيها جو. انت تقدر المسافه تقريبا، يعني لازم احنا نرسم المسار. الهايكنج لازم يرسمون المسار ويعرفون نقطة البداية، يعني لا يجي أحد يجتهد من نفسه ويروح يغامر من غير أنه ما يعرف مسار أو يعرف طريق، صح؟ تتحمل تبعاته المغامرة، تتحمل تبعاتك. تعلمنا ودرسنا وشفنا أن المسارات لها بداية ولها نهاية ولها أوقات راحة. فهذه من ناحية المسارات. طبعا في عدة ثانية مهمة جدا للإسعافات، وهي الإسعافات الأولية. هذه الإسعافات احنا أخذنا فيها دورات، أنا أخذت فيها دورتين، دورة إسعافات أولية مع الهلال الأحمر، وفيه إسعافات خلوية نكون فيها في الجبال أو في الأماكن الصحراوية بحيث نتعرض أصحاب الهايكنج والفرق اللي تدخل داخل الأماكن هذه، لأن ما فيها مكان قريب أنك تسعف أحد. لازم أنت يا المرشد الهايكنج يكون عندك دورة تعرف تعالج فيها اللي تعرض للإصابة لا سمح الله في التواءات. حصلت معنا هذه. إذا طبعا هذه الشنطة موزع فيها الأدوات ما بين المسكات، ما بينها الكسور، ما بين التعالج كمان. هذه طبعا جزئية من الشنطة ومهمة، هذا رقم واحد تكون في الشنطة بعد الموية. جيد. وفي عندكم بعد أدوات الثانية، في حق التخييم بعد، في أدوات طبعا في عندنا للتخييم. طبعا الهايك بعضها نص نهار، اللي يمشي مسافة أطول ويدخل مسافات لازم يكون معه. هنا عندك سليب باك، سليب باك من الأحجام المعروفة الصغيرة، طبعا ما ناخذ فراش الكبير حق طلعات البر. هذا يعني بحيث تستريح يعني تريحون أبد. هذا تحطه داخل الخيمة، طبعا معنا خيمة، خيمة صغيرة كلها داخل الشنطة. الشنطة تشيل كل هذا، تشيل خير بركة. هذه الشنطة لا تحقرها ترى، ما شاء الله. بس ما تثقل عليكم طبعا. الثقل اللي يشوفها، طبعا في ناس تسألني تقول ليش تشيل الحمل هذا؟ طبعا فيه ميزة فيها، فيها ربلات، فيها موزعات على الأكتاف، والحمل الكبير اللي بيكون على الخصر هذا بيعطيك راحة كثيرة. لعلك تجرب معنا إن شاء الله. إن شاء الله أنا بأخذ هالتجربة.